40 سنة فساد، وكان سعر السرفيس 5 ليرات، أجار السرفيس 5 ليرات، وربطة الخبز 15 ليرة. 40 سنة فساد، العلاج والأدوية والمدارس والجامعات مجاني. 40 سنة فساد، دخول سوريا، الدخول على سوريا ما بده تأشيرة. 40 سنة فساد، الكهرباء ما بتنقطع وكنا نوزع للدول المجاورة. أنا لعمري 40 سنة وطالعتني الأزمة، كان عندي يعني شبه المفهوم إنه والله نحن درسنا ببلاش، لأن هذا الشيء يعني من طلائع البعث بيرضعوك إياه. ولكن الحقيقة إنه في كل دول العالم، أنا جيت على تركيا، غيري راح على أوروبا، على يعني في ناس طلعوا على ماليزيا، على موزمبيق، على كل دول العالم، اكتشفنا إنه هذا الشيء يعني طبيعي، هذا من حق الناس. يعني أول شيء ما في مني إنه الواحد يركب سيرفيس أو يحصل على ربطة خبز أو يدرس أولاده في المدارس أو يتلقى العلاج. يعني الدولة هي شغلتها، والدولة هي يعني تخدم المواطن في النهاية، وكل موارد الدولة هي للمواطن، والدولة لازم تقدم هذه الخدمات وتحسن هذه الخدمات. فإذا كان على سبيل المثال أنه 15 ليرة والله سعر السيرفيس بوقت من الأوقات نسبة ل5000، أنه إذا كان بالمئة على سبيل المثال 0.5%، يصير مع الزمن 0.2%، يتحسن دخل المواطن. والدولة لازم تشتغل هيك، والنظام السياسي الموجود في الدولة لازم يشتغل هيك ليضل في السلطة، وهذا واجبه. وإذا ما حسن يعمل هالمعادلة الإيجابية لازم يزيح عن السلطة ويجي حدا غيره. 40 سنة فساد، كان يطلع من عنا أهم الأطباء، أهم المهندسين، أهم أهم العقول، وكانت تتصدر كمان لبرا. موضوع هي أسطورة تصدر العقول إلى آخره، كل الدنيا تصدر العقول. يعني حتى وقت الناس تطلع لبرا، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، أوكي في سوريين أكيد لامعين، ونحن مثلنا مثل كل شعوب العالم. يعني هي أسطورة أنه والله السوري غير، يعني هذا الموضوع كمان في نوع من المبالغة لنفس الأسباب اللي عم نحكي عليها، أنه هذا النظام طعمانا وعلمنا وعالجنا وخلانا عباقرة. يعني وطلعنا نحن عباقرة ممكن نسود العالم كله، لا، في الهنود مثلا مميزين أكثر منا بالولايات المتحدة الأمريكية. في كتير أمثلة، لا شك أنه في كتير من السوريين ناجحين، ولكن أيضا في كتير من كل أمم ودول العالم ناجحين في الولايات المتحدة الأمريكية ويعني أوروبا. هذا الموضوع أيضا ما نو يعني شيء مميز ينسب إلى النظام. 40 سنة فساد، كانت سوريا ما فيها أمية، و يعني كانت أقل من أقل دول فيها أمية. 40 سنة فساد، ما قتل عنا لا شيخ ولا خوري. 40 سنة فساد، ما تدمر جامع أو كنيسة. 40 سنة فساد، ما كنا نعرف هذا شو طائفته ولا هذا شو طائفته. ما في بلد يدمر فيه يعني لا كنائس ولا جوامع ولا أماكن عبادة ولا أي مرافق عامة، وإذا صار هيك حدث يعتبر جرم، ولازم بقى الجهات المختصة تشوف مين وراء هذا الجرم. فموضوع أنه ما كنا نعرف فلان شو طائفته، أنه والله المدرسة بتضم من أنه المدرسة بتضم من كل الطوائف والأعراق، كمان هذا الموضوع موجود في كل بلدان العالم قاطبة. وأكثر من هيك أنه فعلا هنيك ما بيسألوا، يعني فعلا أنه حتى في بعض البلدان السؤال، يعني السؤال بطريقة معينة أو محاولة أنه أنت تدخل بالخصوصيات تعرف عرق الشخص أو دينه يعتبر نوع من الجرم، أو يعني خارج عن أعراف المجتمع خلينا نقول. أما عنا نحن طبيعي ضغري من اسمك بيسلسل لك عيلتك، وهذا من زمان هذا الموضوع، لأن الدولة عنا ضعيفة، لأن نحن ما عنا كان مفهوم المواطن، معنا أنه والله كل الناس سواسية. 40 سنة فساد، كان الواحد يروح الموظف والموظفة، كانوا الموظف والموظفة من راتبهم اللي على أساس أنه هو بسيط، كانوا ياخدوا قرض بيت وسيارة. 40 سنة فساد، وبظهرهم حرب 12 سنة، سوريا الساتة صامدة والساتة عامرة.
فعلى أي 40 سنة فساد عم تحكوا؟ بستغرب الحقيقة أنه في حدا لسه بيعتقد أنه المواصلات والخبز والعلاج والمدارس يعني شيء فوق العادة، أنه نحن لازم نشعر بالامتنان للنظام السياسي اللي بيأملنا هذا الشيء، بينما هذا من يعني الأساسيات يلي حقيقة بيصير ثورة إذا ما تأمن بشكل أو بآخر، بيصير في انقلاب، بيصير في اضطرابات. فهذا الموضوع طبيعي وهذا من حقنا وهذا من ثرواتنا وإلنا، ما حدا له فضل علينا في هذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع صحيح. وإذا بدنا نعمل مقارنات بالدخل وكذا طبعا نطلع نحن في ذيل الدول حتى في الفترة اللي عم تحكي عليها.